أهلا وسهلا فيكم أخواني وأخواتي، تحياتي لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أثناء رحلتك في التعافي ستأتيك الملفات القديمة والتي ستدفعك راجعا إلى الإباحية والعادة السرية، وذلك في سبيل الحصول على الدوبامين، جرعة الدوبامين الإدمانية التي أنت كنت تتعاطاها. في الحقيقة الفتنة عظيمة، الصور مبهرة، الفيديوهات قتالة، وكم نظرة فتكت في سهم صاحبها. وكم من قتيل في الهوى مبدي تحت التراب. في السابق واللاحق هناك مصارع للعشاق. العاشق حينما عشق محبوبته كان لسبب واحد فقط، انه يحصل منها على دوبامين عالي، لان الدوبامين الحاصل من الجنس ومن الذي ياخذه الرجل من المرأة، الدوبامين الذي يحصل عليه الرجل من المرأة سواء جنس مع، هي ليس فقط جنس، أو ليس بالجنس المعني بفقط الجسدي أو كذا. هناك عواطف، في العاشق لديه عواطف، فيعتقد بأن أو لا يعتقد، هو حصل أو اعتقد، أو عقله قرأ الموضوع بأن أعظم دوبامين ستحصل عليه من خلال هذه المرأة، والمرأة حينما تعشق الرجل كذلك، أن أعظم لذة ستحصلين عليها من خلال هذا الرجل، وهو يرى أن أعظم لذة سيحصل عليها، طبعا المرأة المرأة قد أو ستشعر بأن لذتها ستحصل عليها من هذا الرجل لعدة اعتبارات، وليس الاعتبار الشكل فقط، مع أنه هو عامل لكن الرجل سيكون العامل الجنس عامل أساسي. أقصد هي خلطة كيميائية، سيروتونين، أكسيتوسين، أندروفين، دوبامين، مش عارف إيش. فود مع شهوة مع جنس، دوبامين مع أكسيتوسين مع سيروتونين مع أندروفين مع غيرهم، فيصبح هناك تخدير للآلام، لذة، شعور بالمعنى، متعة. فيربط العقل بأن هذه المرأة، هذا أقول لكم على وضع العشق الطبيعي، أن هذه المرأة سأحصل من ورائها على أكبر ضخ دوبامين حصل، فيعشقها الإنسان أو يحبها، وإذا كان شهواني ووضع قيمة كبيرة على الدوبامين والمتعة اللحظية والذية، فسيعشقها، يتعلق فيها، وما تعلق أحد بأحد إلا كان ذلك سببا لعذابه وهلاكه، وفق التجربة، وفق القوانين الكونية. فأنت في الإباحية ترى أن هذا الفيديو، هذه المرأة في الإباحية، أو هذه الصورة، أو هذه الصور التي أذهلت عقلك و استثارت عمق دماغك، فرأيت أن هذه، أن سيكون هناك، طبعا إن كنت أنت مدمن
سواء العقل، انه في الفاب والعادة السريعة، هذه الصورة هناك أعظم ضخ لدوبامين، يكون تطفير يعني دوبامين. ف الدماغ يرتبط بها ويرى أن تركها خسارة. فهذا كله أنا قلته لماذا، وقدمت به لماذا، لأن إن كنت أنت شخص لازلت تريد أن تهرع خلف شهوتك، لازلت تريد أن تلبي رغبات نفسك، لازلت تظن بأن الطريق سهل وممهد، فأقول لك أن يجب عليك بأن تتحلى بوضعية الزاهد، وضعية الحصور. هناك قائمة بفيديوهات وضعية الحصور، وقدمنا يمكن فيديوين على وضعية الزاهد، وهذا هو الثالث. هناك أشخاص انعزلوا في البراري في السابق، حينما يعشق الإنسان المرأة ثم تتركه ويريد أن يتعافى، يهيم على وجهه في البراري وفي الغابات ومع الوحوش. هذا يعني أحد طرق الحل في السابق. شلون لو واحد يعني خشم دقيقة، عادي سولف وسولف. ف مثل ما كنت أقول لكم، يعني كما كنت أقول لكم، وين وصلنا الحين؟ ما بيسوي مونتاج، لا تقول لي سوي مونتاج، ما راح اسوي مونتاج. ف وين كنا صدق؟ والله مشكلة. ف لابد انك انت تتحلى بوضعية الزاهد. هناك ناس يعني في السابق قلنا انهم يهيمون على وجوههم، هذه طريقة انك انت تنعزل عن وتزهد قلبا وقالبا بالامور المادية، أمر مفيد جدا. حينما تعرف حقيقة الدنيا ستتركها وتزهد بها. لذلك نريد أن نقرأ من كلام عبد القادر الجيلاني رحمه الله، وهو يساعد كثيرا في هذا الموضوع. يا قوم فروا إلى الله عز وجل، اهربوا إليه من الخلق والدنيا ومما سواه في الجملة، يعني اهربوا من كل ما سوى الله. صيروا إليه بقلوبكم، أما سمعتم قوله عز وجل ألا إلى الله تصير الأمور؟ كل شيء يصير إلى الله، فإذا صر أنت إلى الله كل شيء يرجع إليه. نعم يا غلام، لا تنظر إلى الخلق بعين البقاء، بل انظر إليهم بعين الفناء. هذه التي تراها في الباحية، تلك التي تراها في الفيديو، البنت التي في الخارج، أنت، كل أحد إلى فناء، كلهن إلى فناء، كل الناس إلى فناء. إنما الدنيا فناء، ليس في الدنيا ثبوت، إنما الدنيا وما فيها كبيت نسجته العنكبوت. نعم لا تنظر إليهم بعين الضوء والنفع، هذه التي النصائح التي في الإباحية وغير الإباحية، لن ينفعنك ولن يضرنك حقيقة. النافع والضار هو الله، بل انظر إليهم بعين العجز والذل.
هؤلاء البنات التي في الإباحية عجزات ذليلات. وحد الحق عز وجل وتوكل عليه ولا تهذي فيما فرغ منه. الدنيا وجميع ما يظهر فيها قد فرغ منه، والخلق وجميع ما يتقلبون به قد فرغ منه. يعني كل شيء كتب وقد في اللوح المحفوظ وسينتهي إلى زوال. كل شيء كل شيء كل شيء، هذه المكتبة التي خلفي إلى زوال، أنا إلى زوال، الهاتف التي تراه الذي تراني منه إلى زوال. يعني يمكن هذا الهاتف عطى كم سنة وسترميه. كل شيء في زوال، وأنت في زوال، وأنا في زوال، وكل شيء هالك إلى وجهه، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. نعم. والخلق وجميع ما ما يتقلبون فيه قد فرغ منه. قلب المؤمن فارغ من هذا كله، فارغ من هذا كله. يعني لماذا هل يستحق هذا الموضوع؟ هل يستحق؟ هل هذا الفناء الذي سيفنى فيه كل الناس، كل شيء، الإباحية وبنت الإباحية وكل شيء، كل هذا الأمر إلى فناء. والخلق نعم، لا سيما إذا كان متجردا عن الأسباب، يعني لا يشغل باله بأسباب الرزق، أسباب الحصول على زوجة، أسباب الحصول على مش عارف إيش. يعلم كما قال هنا، فهو آكد بحاله وإن جاءته الأسباب والعيال، فيعان عليهم ويعطي القوة على مقاساتهم، فقلبه في جميع الأحوال فارغ عما سوى ربه عز وجل. هو ذكر وقرر في هذا الكتاب عدة مرات بأن أنت حينما تطلب الدنيا تخذل ولا تعان عليها، ويصير قلبك متعلق بها ويعني تنكل بك. أما حينما تفرغ قلبك من الدنيا ومن التعلق بالأسباب والتعلق بمسبب الأسباب، توحده، تترك ويفنى كل ما سواه في قلبك وأمام ناظريك، هنا يعطيك الدنيا وقد أنت استعدت وأصبحت مستعدا جاهزا لتلقي الأقسام، على قولت على الأقسام على حد تعبيره، يعني قسمك، ما قسمه لك، إن أعطاك إياها في البداية قبل أن تتجهز وتفرق قلبك عما سواه، ستضر بك هذه الأقسام، هذه القسمة من الرزق ستضر بك، فهو يتركك إلى أن تستعد ثم يعطيك، وأنت تستعد حينما إن كان يحبك، أما إن كان لا يبالي بك فسيعطيك من الدنيا ويملي لك ولا يبالي بك بأي واد هلكت. أما إن كان يحبك عز وجل، هذا ما يظهر لي يعني ما فهمته من كلام العلماء والكتاب والسنة وكلام الجيلاني، بأنه سيجعلك أولا تصاغ وتصقل ويعني تصهر بنار أو تشرق أول شيء تسقل بنار. نعم، هو قال أنك ستصل إلى درجة تموت نفسك القديمة ثم تولد نفس جديدة، وهذه النفس هنا يقال أو هنا هذه النفس يتاح لها ويفتح عليها وتقرب وتعطى من الدنيا كما يقول هنا وتعان عليها. لا، فقلبه في جميع الأحوال فارغ عما سوى ربه عز وجل، لا يبح في غيبته ولا يزول. لا يطلب منه التغيير والتبديل، أي لا يطلب من الله التغيير والتبديل، لأنه يعلم أن الذي قضى لا يتغير. والقسم قد فرغ منه لا يزيد ولا ينقص. أنت الآن ليست لديك بنت مثل هذه التي في الإباحية، أمر قدر. لما أنت تجادل وتتسخط على أمر قد فرغ منه؟ ليس شيئا ظلما لك، هذه أنت من جلبتها إلى نفسك، والله أعطاك أمور كثيرة ولكنك أنت يعني ترفض إلا أن تركز على هذا الشيء.
فلا يطلب زيادة ولا نقصان، لا يطلب تأخير قسمه ولا الإسراع في مجيئه، يعني هو متوكل على الله. إن أعطاني رضيت وشكرت، وإن لم يعطيني أيضا رضيت وشكرت. لأنه قد تحقق أن له وقتا مقدرا مخصوصا، فهو أمثاله هم العقل من الخلق، والطالبون للزيادة والنقصان والإسراع والتأخير هم المجانين. من رضى عن الله عز وجل وافقه في جميع أحواله وفي غيره، في أحواله هو يعني أحوال أحوال الإنسان نفسه وفي أحوال غيره من الناس، أحبه وعرفه إياه، أي يعني الله سبحانه وتعالى أحب هذا العبد وعرفه إياه واستصحبه بقية عمره على جادة مواده، يوفقه ثم يقربه ويقول له أنا ربك، عند تحيره وتقطعه كما قال لموسى عليه الصلاة والسلام أنا ربك، قال لموسى على نبينا وعلى عليه أفضل الصلاة والسلام ظاهرا، ويقول لقلب العارف باطنا يسمع ذلك، يسمعه ذلك رحمة له ولطفا به وكرامة لنبيه. معجزات الأنبياء عليهم السلام ظاهرة وكرامة الأولياء باطنة، هم الوارثون للأنبياء يقيمون دين الله عز وجل ويحفظونه من شياطين الإنس والجن. يعني أن كما قال لموسى أنا ربك بكلام مسموع، فأنا يقول لقلب العارف بالله أنا ربك، فلكن كما يقول باطنا، لا يعني هو يرى ويسمع كل شيء ينطق بأن يا فلان أنا ربك. نعم، لا إله إلا أنت سبحانك. دين نطوف 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 نطوف. نعم، اقبلوا اعمل. نعم، الزم التوبة والسكوت، وتفكر في موتك وكونك إلى القبر محمولا. كل ابن آدم وإن طالت سلامته في يوم على آلة حدباء محمول. نعم، يعني عارفين أنتم هذا نهاية كل واحد فينا. كم باقي؟ كم باقي؟ إن أزلنا النوم والنوم يأخذ ثلث حياتك، وإن أزلنا دخولك الحمام ومش عارف إيش كذا، ترى لن يبقى لك يعني الشيء الوقت الذي تتحكم فيه، الذي يعني ليس يكون ليس عمل يعني قسري مثلا وقوف في الشارع والمواصلات مش عارف إيش، ترى لن يعني يصفى لك من باقي حياتك إلا 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة بالكثير يعني. لأن النوم سيأخذ ثلث حياتك، الحمام والمواصلات وكذا ستأخذ ثلث الباقي، سيبقى لك يمكن ثلث أقل بعد أقل، لأن ستكون هناك مشاغل وكذا. فالوقت الذي أنت تتحكم فيه، الذي أنت تختار ما تعمله فيه، ربما 10 سنوات، الوقت الذي أنت ممكن تستمتع فيه، ممكن تعمل فيه ما تحب، ربما 10 سنوات، ربما 20 سنة، ربما أقل، ربما أكثر. فأتبيع فانيا بباق. نعم، حتى تعلم العلم اعمل مع الله عز وجل حتى يعطيك نورا تستضيء به دنيا وآخرة. اقبلوا ما أقول لكم واجتهدوا فيه ودعوا التعلق بالسابقة. سابقة ما فهمت من كلامه هو ما سبق في علم الله وما هو في اللوح المحفوظ من الأقدار والقضاء، بل ما علينا من السابقة، بل نشد الأوصاب ونجتهد ونعمل، ولا نقول قال وقلنا ولما وكيف، لا تدخل في علم الله عز وجل. نحن نجتهد وهو يفعل ما يشاء، قال الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذا انتهى أمرك وقرب الحق عز وجل قلبك إليه، وقرب الحق عز وجل قلبك إليه وصح لك ذا هذا،
زهدك في الدنيا ورغبك في الآخرة، لقيت اسمك مكتوبا على باب قربك من ربك عز وجل، فلان ابن فلان من عتقاء الله عز وجل. فلذلك الله الذي لا يتغير ولا يتبدل ولا ينقص ولا يزيد، فذلك الذي لا يتغير ولا يتبدل ولا ينقص ولا يزيد، فحينئذ يزداد شكرك لربك وفعلك للخيرات والطاعات بين يديه. ومع ذلك لا تترك الخوف من يد قلبك ولا تعجز قدرته، واقرأ قوله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعندهم الكتاب لا يسأل عما يفعل، وقال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا تقف مع ذلك المكتوب، فإن الذي كتبه هو القادر على محوه، الذي بناه هو القادر على نقضه. كن أبدا على قدم الطاعة والخوف والوجل والحذر إلى أن يأتيك الموت وتعب من الدنيا إلى الآخرة على قدر السلامة، حينئذ تأمن من التغيير والتبديل. طبعا يقصد المحو، يعني قد يكون محو ما في أيدي الملائكة، ما يكون في مقدر في سماء الدنيا. عموما يا من يزاحم بجهله ونفاقه وطلبه للدنيا مزاحمة عليه، يا آكل الحرام، كيف تطمع في نور القلب وصفاء السر والنطق بالحكمة؟ القوم كلامهم ضرورة ونومهم نوم الفرقة، جمع من فرقه أي خاف، أكلهم أكل المرضى، فهم على ذلك إلى أن يبلغ الكتاب أجله. قد شبهوا بالملائكة الذين قال الله عز وجل في حقهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويعملون ما يفعلون. يعني يقصد أنه هم متحذرون من الوقوع في الحرام، من الابتعاد عنه، من عدم إتقان العمل والإحسان به. شبهوا بهم وزادوا عليهم، فالملائكة علماؤهم يحملون الغواشي بين أيديهم دنيا وآخرة. يا قوم إن لم يبلغ كلامي حالكم فاسمعوه، الإيمان والتصديق، كلامي وجه للقلوب فاسمعوه بقلوبكم وأسراركم، وقد تروحت ظواهركم وبواطنكم، وتنكسر شوكة نفوسكم وهويتكم، ونطفي نيران شهواتكم. الشر ما عليكم الشهوات التي تحبب إليكم الدنيا، وتبغض إليكم الفقر، وتوقعكم في المهالك. نعم، يقصد أن الشر الشهوات التي تحبب إليكم الدنيا، تجعلك مقبل على الدنيا ناسي للآخرة، متعلق بهذه الشهوات والماديات ناسي لربها والخالق لها ورازقك إياها. فتبدأ تكره أن تكون فقيرا، تكره أن تكون فقيرا بالمال، تكره أن تكون فقيرا بالجنس، تكره أن تكون فقيرا بالمعارف، بالأصدقاء، بالوجاهة، بالكذا. الفقر والغنى لا يقربك إلى الله سبحانه وتعالى ولا يبعدك. ما هذه ما أموالكم التي تقربكم؟ عند الله زلفى، معنى الآية عند الله زلفى. محتاج أعدل حفظي. لا يكون هذا اهتمامك. ما الفقر أخشى عليكم كما قال صلى الله عليه وسلم، إنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما تنافسوها فتهلككم كما تهلكهم. يعني الدنيا من الدنيا المرأة، الجنس بالنسبة للمرأة، الزوج أو الرجل. يعني أنت لا تخاف على مجيء الدنيا لك، لا تخاف على مجيء، لا تخاف ستزول، ستأخذها، حتى لو أخذتها أنت ستزول وستذهب الدنيا. لا تخاف على فوات الجنس، فوات الدوبامين. تريد دوبامين؟ تريد جوعة الدوبامين؟ لا تهرع إلى الفاب، لا تهرع إلى الفاب. سيكون هناك دوبامين وجوع الدوبامين بحياة التعافي، أشياء كثيرة. يا أخي تزوج بعد التعافي بفترة، ستحصل على دوبامين طبيعي. إلى ذلك الوقت، لأن أنا أعرف أن العقل يريد شيء سريع. استمتع بكل شيء، استمتع بحياة الزهد، وضعية الزاهد وضعية لذيذة، لأن أنت بعد المكاره ستأتي المحاب، بعد الصعوبات ستأتي المكافآت. ستصبر قليلا، ستأتيك موجة شهوة ثم تذهب، ثم تشعر بارتياح، تكون عندك طاقة تعمل كثير من الأمور، ستستمتع بنجاحاتك، ستستمتع بالتأمل، ستستمتع بعبادة الله، ستستمتع بأنك قمت
بفعل ما ينبغي أن تفعله، ستستمتع بفعلك الصواب، ستستمتع بمليون شيء. ضع لك قائمة، ضع لك لستة، سوي شيء. لكن أنا أؤكد لك 100%، أنا أخوك في الله، بأنك ستحصل على دوبامين مستمر، تقريبا يعني شبه مستمر في حياة الترك وحياة التعافي. بينما في حياة الانتكاس ستحصل على الدوبامين دقائق، ثم بعد ذلك جحيم لمدة أيام لا داعي. أحصل على الدوبامين من كل شيء، شرب الحليب مع العسل، شرب الحليب مع العسل جعلك سوبرمان، تعلم العلم من ألذ الأشياء بالنسبة لي، بالنسبة لغيري رياضة، خروج مع الأصحاب، جلوس في المقهى، تحصل على دوبامين جميع أنحاء، جميع بأشكال متعددة. الدوبامين موجود ليس فقط مخصوصا على الفاب، لكن أنت اصبر على عادة التوصيلات. بعد ذلك بعد ما تصبر سيرجع الدوبامين يستمد ويضخ على أشياء في صالحك، في صالحك. ستحصل على زوجة، ستحصل على رزق طيب، ستحصل على معية الله، ستحصل على التعلم. نختم في كلمة لعبد القادر الجيلاني: الحق عز وجل يحبكم لا حاجة إليكم بل رحمة لكم. هو يحبك لك لا له، يحب طاعتك له لأن نفعها عائد إليك. عليك بالاشتغال والإقبال على من يحبك لك والعراض عن من يحبك له. هؤلاء القائمون على الإباحيات يريدون أن يستهلكونك. هذه البنت الإباحية أو حتى بنت الهوى خارج الإباحية أو بنت الدنيوية تريد أن تستغلك من أجل مالك، من أجل هي أن تحظى بأي شيء، تحظى هي تريد دوبامين معين من خلال شكلك، من خلال أموالك، من خلال مساعداتك، من خلال كلامك. المهم أن هي تريد مصلحتها بالدرجة الأولى، والله يريد مصلحتك. أنت لن تبلغ نفعه فتنفعه أو ضره فتضره، تعالى الله عز وجل. ولو أن الناس كلها اجتمعت على أتقى قلب رجل لم يزيد هذا من ملك شيء، هو طاعتك له لك أنت، يريدك لك أنت، يرشدك لمصلحتك، وباقي الناس ترشدك لمصالحهم الخاصة. فمن ستستمع؟ ستستمع إلى من؟ ستستمع من يريد مصلحتك أم ستستمع إلى من يريد مصلحته من خلالك؟ إن كنت فعلا تفكر مصلحتك وتريد مصلحتك وتريد دوبامين طبيعي وكذا، استمع إلى من يريد مصلحتك هو الله سبحانه وتعالى. قال المؤمن: نسى كل شيء وذكر مولاه عز وجل، فحصل له قربه والحياة به ومعه، صح توكله فلا جرم كفاه مهام الدنيا والآخرة. إذا صح توكل المؤمن وتوحيده عمله الحق عز وجل ما عامل به إبراهيم، يعطيه معناه وحاله. المعنى ربما يقصد في داخل النفس، لا لقبه، يطعمه من طعامه، يسقيه من شرابه، يسكنه في دهليز داره، لأنه يعطيه عين مقامه، فحينئذ يصح نسبه منه من حيث المعنى لا من حيث الصورة، أي يعني كعبد لله. ما لا أعرف ما الذي يقصد بإبراهيم، لكن إبراهيم كان وحيدا، يعني خلال ما تستمد من قصته أنه كان وحيدا، وحينما ألقي في النار يعني ورد في القصة أنه كان يطعم ويسقى وكان في جنة وكان في عيش رغيد، لأنه جعل توكله بالله سبحانه وتعالى، وقلبه ليس خائفا منهم بقدر ما هو يعني لا يخشى ولا يرجو إلا الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى تكفل به، فهو يقول يعني إن صح توكل المؤمن وتوحيده عملها الحق عز وجل بما عامل به إبراهيم عليه السلام. آمن بوعد الله. والله وعدك شيء، آمن
به، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أتمنى تكونوا استمتعتم واستفدتم. نراكم في الفيديو القادم، في أمان الله.